نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: مزرعة تبعد عن مدخل الرياض على طريق القصيم 74 كيلو، وتبعد عن المنزل أكثر من 90 كيلو، فهل نقصر الصلاة ونجمع؟ ما هو بالعبرة بالمنزل، العبرة بالبلد. فإذا كان بين نهاية البلد وبين المزرعة 80 كيلو فأكثر، هذه مسافة قصر. ما إذا كان اللي بين نهاية البلد والمزرعة أقل من 80، هذا ليست مسافة قصر ولا يجوز القصر. نعم.